كلمات غناها سعدون جابر وقصتها صارت مختصر مفيد لملفات فساد أكلت المؤسسات وعبرت على الدوائر الفرعية وحطت رحالها بشركات مهمتها إنسانية بإنقاذ حياة المواطنين بالعلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية قبل لزيد حمل الصناعة بوثائق تثقل حسابها بالهيئات الرقابية بعنوان ياكلون ويا عميان شلون وليش هسه نعرف. الملفات اللي وصلتنا عن شركة أدوية السامرة قصتها تبدي من شهر كانون الثاني بالعام الحالي 2023 وتحديدا من وصول عبد الرحمن عباس طعمة المنصبة بإدارة الشركة لأن سيادة المدير تسلم المهمة بقرار من وزير الصناعة خالد بتال وبتوصية من نائب محسوب على مقاعد تحالف تقدم مجلس النواب لأن السيد عبد الرحمن عليه شبهات فساد وعقوبات إدارية وصلت لإبعاده من منصبه بالشركة خلال العام 2010 وانتهت بنقله لقسم البحث والتطوير والسبب طريقة تعامله ويا المجهزين بوقتها واستفهامات لا تعد ولا تحصى على تأييده لمطابقة الأدوية المجهزة لكن معالي الوزير شلون وافق على تسليم شركة الأدوية ومنحها الجمل بما حمل الله أعلم بس القصة بعدها بأولها والمدير العام بعد أيام من استلام المنصب قرر إيقاف جميع طلبات الشراء الخاصة بالمواد الأولية المستخدمة بتنفيذ البرنامج الإنتاجي والحصيلة تأثير سلبي على تنفيذ البرنامج بأشهر شباط وآذار ونيسان وبعدها رفض يوقع على طلبات شراء خاصة بمواد التعبئة أو التغليف وحتى عقود الأنابيب الخاصة بقسم المراهم رفض توقيعها والحجة كلفتها العالية وهي بها مخالفة واضحة لضوابط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 لأن المجهز تبلغ بالإحالة والنتيجة قسم المراهم توقف عن العمل لمدة شهر لكن المعلومات اللي وصلتنا من داخل الشركة بها اتهامات تقول السيد المدير حول أدوية السامرة لشركة خاصة تتحكم بها أفراد من العائلة والدليل شقيقة ثامر عباس طعمة وابن شقيقة أنس إبراهيم عباس عندهم تعاملات تجارية مرتبطة بالشركة بدون مناصب رسمية ولا حتى موظفين بأقسامها يعني شغلة صايرة مثل سالفة مرقتنا على زياقنا بس الملفات كشفت عن معلومات بها هدر بالمال العام وشبهات فساد عيني عينك لأن رئيس لجنة المشتريات الأولية بالشركة ياسر إبراهيم محمود المكلف بالمنصب بقرار من المدير العام عنده شهادة معهد معلمين وعليه عقوبات انضباطية سابقة بتهمة المساهمة بتجزئة طلبات الشراء بطريقة تخالف التعليمات والضوابط لكن السيد ياسر سلم منصبه الجديد بعنوان يا ابو زيد شنك ما غزيت ورجع الهوايته بشراء المواد الأولية بأسعار خيالية وبموافقة السيد المدير هذا الحكي مو من عندنا ملفات ووثائق بها شكاوى رفعها تجار يجهزون شركة أدوية السامرة بالمواد الأولية والكيميائية وصلت الرئيس الوزراء محمد الشاع السوداني والجهات الرقابية بس أكو وثيقة موقعة بتاريخ 7 من شهر أيار الماضي تقول رئيس لجنة المشتريات الأولية ياسر إبراهيم محمود صادر قرار بإعفاء من المنصب من شهر شباط الماضي لكن لحد الآن يمارس صلاحياته يوقع على كتب الإحالة ويزور تواقيع أعضاء اللجنة يعني هم نزل وهم يدبش على السطح هاي عرفناها لكن شركة نفط ميسان شنو قصتها؟ لأن هيئة النزاهة وكتاب رسمي موجه للقسم القانوني بالشركة طلبت حضور الممثل القانوني لنفط ميسان حتى يدون أقواله بقضية عنوانها يقول مدير الشركة السابق علي جاسم محمود كان يدير شركة الألباب للمقاولات العامة وشركة سلم والوئام اللي يملكها علي جاسم حافظ البهادلي المقيم بدولة الإمارات وكملتها المدير السابق كان يحول العقود النفطية لشركتين وبالعام 2021 استولى على مكافآت مالية مخصصة للموظفين يعني ملفات الفساد صارت فنون وأدوات معالجتها تحتاج قوة ساندة تجرد أصحابها من الحماية السياسية لأن ريحة أدوية السامرة فاحت وعلاجاتها بعد ما بيها رجع مثل ما يقول سعدون جابر.